أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020 اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس المجلس. كان مجلس الدولة قد نظم حفل أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد المعينين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة على مستوى الجمهورية بعد أداء الاختبارات المقررة وبعد اجتيازها والصادر لهم قرار تعيين من رئيس الجمهورية. حضر الحفلة عدد كبير من أهل وذوي المندوبين الجدد. حلم أي حد فعلا اتمنى الكلية دي واجتهد علشان يوصل لها ان هو يبقى في المكان ده. مجلس الدولة وحصن الحقوق والحريات، احنا اتمنينا من اول يوم دخلنا في الكلية على يوم حلف اليمين، وربنا كرمنا باليوم ده وبنشكر ربنا. التنظيم هايل الحقيقة، والحمد لله على اليوم الجميل ده، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية الملقاة على عاتقنا في حاجة زي مسؤولية كبيرة زي دي. في الأول أنا تعينت معيد في كلية الحقوق ثم مدرس مساعد، وثم تم تخييري بين العمل في مجلس الدولة والنيابة، ولميلي للعمل في مجلس الدولة اخترت حصن الحقوق والحريات. فشعوري النهاردة لا يوصف، سعادة غامرة تكتنفها إحساس عظيم بالمسؤولية. طبعا يا فرحة لا توصف حقيقة، لا أنا ولا حتى أي فرد من أفراد زملائي يستطيع أن هو يوصف هذه الفرحة. حلم تحقق وبذل على مدار سنوات الدراسة سواء في الليسانس أو الماجستير، وفي النهاية الحمد لله أتى بثماره. لكن هي فرحة في الحقيقة ممزوجة ببعض من الخوف والقلق، خوف من حمل الرسالة نحن في مقام تكليف في الحقيقة وليس تشريف. طبعا ده شرف ليا أن أنا التحقت بحصن الحقوق والحريات مجلس الدولة، والحمد لله أن أنا حققت حلمي، وهي في نفس الوقت مسؤولية طبعا كبيرة علينا، بس الحمد لله يعني ربنا بيختار الناس اللي تكون أهل للمسؤولية دي، والحمد لله ربنا يعني كلل مجهودنا بتاع الأربع سنين الجامعة والسنتين بتاع الماجستير، وطبعا بنحاول ان احنا نحاول نرجع الحقوق للناس ونحمي المكان اللي احنا قاعدين فيه، لان ده صرح وليه تاريخ كبير جدا. مجلس الدولة دايما عنده معايير موضوعية بيختار أوائل الدفعات. أنا كنت الأول على دفعتي، وبرضو زمايلي اللي كانوا موادين معايا في كلية الحقوق برضو تم اختيارهم معنا قضاة في مجلس الدولة. ده طبعا شرف كبير لنا كلنا الحمد لله رب العالمين.